لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي رأى فيها بعض الرؤى، ورؤيا الأنبياء كما نعلم حق لا مرية فيه، لأنها وحي من الله عز وجل. من هذه الأحاديث الجامعة حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أهل السنن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة بعد صلاة الصبح عما إذا رأى أحدهم رؤيا بالليل، فإذا قصوا رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لهم وبينها لهم. قال سمرة: إنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وفي رواية أتاني الليلة اثنان. إذن في هذه المرة الذي سيحكي الرؤيا هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، حدثت له ووقعت له هذه الرؤيا: إنه أتاني الليلة اثنان، وفي رواية هما جبريل وميكائيل، وإنهما ابتعثاني، يعني طلبوا منه أن هو يخرج معهم في هذه الرحلة التي سنعرف فصولها، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. وإن ركزوا بقى عشان هنشوف مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شافها، بعضها مؤلمة وشديدة جدا، والبعض منها يدخل السرور على القلب. وكل إنسان ربما تكون فيه صفة من صفات هؤلاء الأقوام الذين تحدث لهم هذه العذابات أو تلك السعادات. تعالوا نشوف: وإنا أتينا على رجل مضطجع، مضطجع يعني نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. المشهد الأول شاف إيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد نايم وواحد واقف جنبيه بحجر، بيجيب الحجر ده ويرميه على راسه، راسه تتكسر، الحجر يتدحرج، يروح يجيب الحجر ويرجع يلاقي راسه رجعت سليمة زي ما كانت. فلما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: سبحان الله، ما هذان؟ سبحان الله كلمة تقال عند التعجب، تسبيح، يسبح الله لأنه رأى أمرا عظيما. قلت: ما هذان؟ مين دول؟ بيتعمل فيه كده ليه؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي رواية: فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي فيثلغ، وفي رواية فيشدخ رأسه. الشدخ كسر الرأس، كسر أجوف، يعني يكسر الرأس خالص والعياذ بالله. فيتدهده أو يتدأدأ أو يتدهدأ، كلها بمعنى واحد. قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاه. مستلق يعني كده مرجع رأسه كده الورا وساند على رقبته. ده المشهد رقم كام؟ اثنين. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب مثل الخطاف، زي الشوكة كده اللي الجزار بيعلق فيها اللحمة. فواحد مستلقي على قفاه، واحد واقف وماسك كلوب حديد بيعمل فيه إيه؟ وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، جنب من وجزء من وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه. الشدق اللي هو الجزء ده، اللي هو جانب الفم، جانب الفم اللي هو الخد، اللي هو ماسك الفكين في بعض. يبقى الملك ده بيدخل الكلوب الحديدة دي كده في الجزء ده
ويفضل يفتح دي كده لحد القفا من ورا، يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه، يغرز الكلوب في مناخيره ويفتحها لحد قفاه، وعينه الى قفاه، يدخل الكلوب في العين ويفتح كده لحد الايه الى القفا. قال وربما قال ابو رجاء فيشق شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه. في ناس وشها بيقشعر وانا بتكلم، ده حاجات بتحصل فعلا وهنعرف يتعامل في الناس دي ليه دلوقتي. قال ثم يتحول الى الجانب الاخر، هو عمل كده النص ده يروح رايح الناحيه الثانيه، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول. قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، يخلص الجانب الثاني يرجع يلاقي الايه النص الاولاني رجع ايه سليم زي ما هو، ثم يعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، يرجع تاني يروح الشرشرة اللي انتوا شفتوها دي يروح عاملها تاني في النصف الأول. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. كده كم؟ اتنين. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور اللي هو مثل الفرن، بناء أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار. في رواية لأحمد تتوقد تحته نار، في مسند أحمد الرواية فيها كده تتوقد تحته نار أو يتوقد الذي تحته نارا. فأتينا على مثل التنور، فرن من تحت واسع ومن فوق ضيق وفي نار. قال أحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، اللغط أصوات مختلطة غير واضحة. قال فاطلعنا في التنور، التنور ده بصينا فيه فاطلعنا فيه، فإذا فيه مش بقى فيه فحم فيه خشب فيه لا، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صوتوا، والعياذ بالله الضوضاء أصوات الناس واختلاط الأصوات بعضها ببعض، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا كذا كم؟ اللي جاية دي كم؟ الرابعة. فانطلقنا على نهر أحمر مثل الدم، نهر بس مش مية بيضة بقى، مية اللي فيه أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح، والنهر اللي مثل الدم ده فيه إذا رجل إذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. ايه الصورة دي؟ واحد بيسبح في نهر احمر مثل الدم، واحد قاعد على شط النهر عنده حجارة كتير، السابح ده يسبح ويجي عشان يطلع من النهر، يروح اللي قاعد على الشط رميه بايه؟ بحجر، يفغر له فيفتح له بقه ويرميه بحجر فيروح راجع تاني يعمل ايه؟ يسبح مرة اخرى. قال فانطلقنا كم كده اللي جاي ده؟ خمسة. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة يعني كريه المنظر، شكله وحش قد إيه عن الوحاشة دي، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، يعني أكره واحد أوحش واحد تشوفه شكله وحش جدا للغاية، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، يحشها يعني يوقدها يشعلها عشان ما تطفاش. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، روضة مثل البستان، معتمة يعني كثيرة العشب أو شديدة الخضرة، فيها من كل نور الربيع، فيها أزهار كثيرة جدا، وإذا بين ظهري الروضة يعني وسط الروضة رجل طويل. انتوا معايا المشهد ده الكام؟ السادس. ها روضة زي بستان في عشب كتير شديد الخضرة وفي أزهار كتيرة جدا، في وسط الروضة دي راجل طويل، طويل قد إيه يعني مثلا يطول السقف ده بإيده؟ لا، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء،
يعني من طوله مش شايف ايه راسه في السماء، لا اكاد ارى راسه طولا في السماء، واذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط. حول الرجل الطويل ده اللي راسه عاليه للسماء اطفال كتير. قال قلت ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فاتينا على رقم كم دي؟ 7، على دوحه عظيمه لم ارى دوحه قط اعظم منها ولا احسن. وصلوا الشجرة ضخمة جدا كبيرة ومفيش أجمل منها وأحسن منها. قال لي ارق فيها، ارق يعني اصعد اطلع ارتفع. فارتقينا إلى مدينة، الشجرة دي وصلت لمدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة، المدينة كلها كده. فأتينا باب المدينة، اللي بيجي عند الباب بيعمل ايه؟ يخبط. فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها. فتلقانا رجال، أول ما دخلوا من المدينة تلقانا رجال، اللي بيتكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاه مين؟ جبريل وميكائيل. ما دخلوا المدينة الثلاثة اتفتحت ودخلوا، فقابلوهم رجال مالهم بقى، تلقانا رجال شطر من خلقهم نص كده كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن، نص جميل ونص وحش. قال لهم، قال يبقى مين؟ جبريل وميكائيل. قالوا لمين؟ للناس دول النص ونص، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، في نهر كده، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. وفي نهر، صحصح معاي حودة، صحصح، في نهر في المدينة دي اللي هي الذهب والفضة، المية بتاعته بيضة خالصة صافية جدا. فسيدنا جبريل وميكائيل قالوا للناس اللي نص ونص دول اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. نزلوا في النهر رجعوا بقى كلهم ايه وشهم ايه كله حسن جميل. قال لي جبريل وميكائيل، قالوا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي انت فيها دي، هذه جنة عدن وهذا منزلك. جنة عدن اللي هي مبنية طوبة ذهب وايه وطوبة فض. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعدا، يعني بص لفوق كده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قصر زي السحاب الأبيض اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فزراني فأدخله، طالما ايه طالما بتاعي فزراني سيبوني أدخل. قال أما الآن فلا، لأن أنت فين؟ في الدنيا في الرؤيا، وأنت داخل إن شاء الله هتدخل. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لهم طب أنا شفت مشاهد عجيبة من أول الليلة في الرؤية دي، شفت مشاهد عجيبة، إيه هي؟ قال لي إنا سنخبرك. في رواية أنهما قال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله، ولو استكملته أتيت منزلك، اللي هو فين؟ اللي هو في الجنة. قال لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فاكرينه؟ اللي كان نايم ورأسه إيه؟ بتتكسر. وهنا بقى لما نبدأ نفسر، عايزك تصحصح معايا جدا، اللي نايم ده يصحى، صحصح معايا، لأن بعضنا ممكن يكون في شيء من الصفات دي. يبقى الحل إيه؟ العمل إيه؟ نلحق نفسنا قبل ما نموت، لأن الكلام ده بيحصل بعد الموت وبعد القبر، بعد الدفن، لأن في الرواية قال فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يفضل التعذيب ده ليوم القيامة. يبقى كان فين؟ القبر. يبقى كان في القبر. يبقى اللي فيه صفة من الصفات يبقى يلحق يشوف أسبابها إيه، وإزاي يغير نفسي، وإزاي يتوب منها عشان ما يعرضش نفسه للعذاب ده. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب. في صفتين، يأخذ القرآن فيرفضه يعني لا يعمل به، يخالف ما يتعلمه ويحفظه. آتاه الله القرآن كما في رواية أخرى فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار.
وفي درجات أشد من كده عند بعض الناس المنافقين والعياذ بالله، بيتهموا القرآن أنه كتاب لا يصلح لهذا الزمان وفيه تناقضات وإلى آخره. ده مش إيه، مش موضوعنا. يبقى خد بالك، القرآن اللي ربنا آتاك تعلمه واعمل به، تخلق به كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه الإيه؟ خلقه القرآن، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يبقى الصفة الثانية فيه ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني بيصلي ولا بيصليش؟ آخر كلام، بيصلي بس بينام عن الصلاة لحد وقتها ما يطلع. طب ده يتعذب؟ ده إن هو كده وقع في كبيرة، كبيرة من الكبائر، أشد في الإثم من شرب الخمر ومن الزنا ومن السرقة ومن القتل وسائر الموبقات والعياذ بالله. عشان كده دي كانت سبب في إن هو يعذب في القبر. ليه يا إخواني؟ لأن الصلاة كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها وقت. ما ينفعش المسلم بأي حال يأخر الصلاة لحد وقتها ما يطلع إلا لو بعذر، زي النوم. يعني واحد ضابط المنبه وقال لأهله صحوني، وحصل ظرف راحت عليهم نومة، هو كان نومه تقيل ما حسش، مش بقى هنضحك على ربنا، فعلا حصل كده فما أمش. يبقى ده كده إيه؟ ليس في النوم تفريط، لأنه أخذ بالأسباب وما قدرش يقوم. وفي ناس تانية بيقول لك أنا لما أروح الشغل بصلي، يعني أنا بدل ما أصحى الساعة 5 ولا الساعة 4 وأنام وأصحى تاني للشغل أو أصحى تاني للكلية، أنا بصحى مرة واحدة الساعة 7 وأصلي وأروح إيه؟ الشغل أو الدراسة بتاعتي. هو ده بقى اللي الرسول يقصده في الحديث، اللي هو تعمد أن يطلع الصلاة عن وقتها، هذه كبيرة والعياذ بالله. وبعض العلماء استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال فإن تركها حتى خرج وقتها فهو تارك لها فيشمله الحديث. عشان كده كان بعض العلماء بيفتي يقول في من تعمد ضبط الساعة المنبهة على وقت العمل، ويقول لما أقوم أصلي بالمرة، أنه كافر مرتد خارج من الملة. عشان تعرف الموضوع كبير. إلا الصلاة، يعني مهما عمل الإنسان من ذنوب، شرب خمرة، قتل، زنا، سرق، إلا الصلاة. الصلاة ممكن تكون سبب كفارة لكل الذنوب اللي أنت عملتها. لو جيت ربنا يوم القيامة ومعاك صلاة ممكن يتجاوز عن كل ذنوبك، جيت بكل الأعمال الصالحة ومعكش صلاة خلاص مفيش فلاح. اللي يصليهم الخمس صلوات في وقتهم ويحافظ عليهم له عند الله عهد أن يدخله الجنة. تخيل كده لو واحد كبير في المنطقة كده عمدة قال لك أنا هكتب لك عهد بشقة معينة أو بقصر معين، بس بشرط اللي انت تعمل واحد اثنين ثلاثة، هياخد منك نص ساعة كده في اليوم. ده انت مش هتفوت طبعا فرصة زي دي، هتاخد قصر. ما بالك لما يبقى مكتوب لك عهد عند ربنا اللي انت تخش الجنة طالما صليت الصلوات الخمسة. يبقى الصلاة في وقتها، خدت بالك، وفي جماعتها، ما تفرطش فيها عشان ما تعرضش نفسك للعذاب. يبقى يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الثاني كان بيتعمل في ايه فاكرين؟ اللي هو يشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال فإنه الرجل يغدو، يعني يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الكذاب اللي بيتثبتش من الكلام، بينشر وخلاص، خصوصا مع الأجهزة الحديثة دلوقتي، التليفونات، يجيله أي حاجة على صفحته يروح مشير وخلاص. حتى لو كذب على ربنا وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. غير بقى الكذب اللي هو بيحصل بين الناس، كذاب والعياذ بالله، ينقل الإشاعات، يكذب في الأخبار. أعظم الكذب الكذب على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن أعظمه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان بعد ذلك من كذب في المعاملات فهو من الكبائر الموبقة المهلكة التي توصل إلى النار، كما في الحديث وإياكم والكذب. النبي بيحذرنا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. شوف الإنسان يبقى اسمه فاجر، وإن الفجور يهدي إلى النار. يبقى الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. يبقى مكتوب ومعروف عند الملائكة في السماء فلان ده إيه؟ كذاب. وأول ما يقبر يخش القبر يجيله الملك اللي معاه الكلوب ويشرشر وجهه بمثل ما سمعت. وشوف العقوبة في المكان اللي كان بيعمل به المعصية، جزاء من جنس العمل، اللسان والفم، المكان اللي كان بيعمل به المعصية العقوبة فيه. زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
بياكلوها او باي صور تانية، انما ياكلون في بطونهم ايه جزاء من جنس العمل. الثالث بقى، واما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزنا والزواني، نعوذ بالله من الفواحش. وشوف تناسب العقوبه مع الفعل، لان هما كانوا بيتلذذوا بالمعاصي دي وهي في النص التحتاني النص الاسفل، عشان كده هما في التنور في الفرن والنار تحتيهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا يصرخوا، يجوا يطلعوا من التنور من الفرن النار ترجع تاني، يروحوا نازلين تاني تيجي لهم النار تاني، وهكذا يفعل بهم ذلك الى يوم القيامه. ناس بتتشوى، طب ده هيغني عنهم ايه؟ ايه يعني ايه اللذه اللي هم حصلوها في الدنيا مهما كانت؟ لو حتى لو كل يوم بيعمل فاحش ومره واثنين وثلاثه، دي هتسوى ايه مع مره واحده؟ ده راجل ده هو لو واحد اتحط على بوتاجاز وولعته من تحتيه بتبقى مشكله كبيره جدا، ما بالك بقى نار القبر. وما ادراك ما نار القبر، عياذا بالله. عشان تعرف ان في قبور فيها نار، وفي قبور فيها ناس بتتضرب، وفي قبور فيها ناس بتتشق زي ما انت سمعت من شويه الكذابين والعياذ بالله تعالى. عشان كده ربنا نهانا حتى عن القرب من الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا بس، لا تقربوا. ليه بقى لا تقربوا؟ لان في مقدمات. المراه اللي بتلبسش الحجاب والعياذ بالله يبقى تدعو لنفسها للنظر المحرم وما هو غير ذلك. اللي بيسلم على واحده لا تحل له بالتعم وبالتخال أجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا نسائه صلى الله عليه وسلم. ما تقولش بقى أنا قلبي أبيض ومش عارف، إحنا مش هنيجي نقول اللي قلب أبيض يجي على جنب يسلم واللي قلب أسود يجي الناحية دي ما يسلمش. الشرع بيجي بالحكم لمين؟ للكل. قلبك أبيض ينفعك عند ربنا، ما تضحكش على نفسك، أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيصافح النساء، تمام كده. عندك كمان الاختلاط، اما واحد يبقى مع واحده في مكان ولوحدهم خلوه، خدت بالك، الاختلاط، سفر المراه بدون محرم، كل هذه وسائل ربما توقع في الفواحش. عشان كده الشرع نهانا عنها وعمل اجراءات وقائيه، لو احنا امتثلنا ليها هنبعد جدا جدا عن هذه الفواحش. الفواحش دي عقوبتها وخيمه والعياذ بالله، بتهد المجتمعات، بتهد البيوت، بيوت كتير أو بعض البيوت بتتهد بسبب كده. المرأة لما تتساهل في الكلام مع واحد أجنبي، وهو لما يتساهل في الكلام مع واحدة، كلمة تجيب كلمة، بعد كده معاد، بعد كده مش عارف إيه، بعد كده وقعت الفاحشة. لا، أنت اقفل الباب من البداية، زي ما قالوا دقة بدقة ولو زدت إيه زاد السقة. قصة الرجل اللي كان بيجيب المية في القربة، تمام، ففي يوم من الأيام داخل البيت وعشان يفضي المية للست، فشاف إيدها فمسك إيدها عجبته وجس يدها، تمام، وزوجها كان فين؟ في المحل بتاعه بيبيع لوحده، فشاف ايدها برضه مسكها. ده هنا في بيته وهو فين؟ في محله، دقه بدقه ولو زدت ايه؟ عفوا تعفوا نساؤكم. عفوا، الراجل لما يعف مراته ايه؟ تعف. الزنا دين، فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. ليه؟ لانه ايه؟ سلف ودين. اللي هيعمل في بنات الناس وهيؤذي المسلمين هيتعمل في بيته وفي مراته وفي بناته. احفظ نفسك واحفظ بيتك والزم اولادك بالحجاب الشرعي والحدود الشرعيه عشان نبقى بعاد عن الفواحش. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر، فاكرينه؟ نهر الايه؟ مثل الدم، ويلقم الحجر فانه اكل الربا، نعوذ بالله. والربا من الكبائر التي سميت حربا، فإن لم تفعلوا، ما تركتوش يعني الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما أكثر من يأكلون الربا في أيامنا. ليه؟ لأنه بيتحراش قبل ما يتعامل، ما بيسألش العالم هي المبايعة دي حلال، الصورة دي جايزة شرعا ولا فيها حاجة مخالفة، ولا أو واحد يقول لك أحط فلوسي في البوسطة وأخد فوائد كل شهر أو في البنك ويطلع لي قرشين واصرف. أنت سألت الكلام ده جايز ولا حرام ولا تاكل ربا؟ مش هو عشان كتب لك معاملات إسلامية تبقى معاملات إسلامية، لا، اسأل وتحرى. لأن الربا النبي قال عنه إيه صلى الله عليه وسلم؟ درهم واحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية. استنى، يزنيها الرجل بأمه، ده إيه ده؟ درهم ربا أشد من 36 زنية في الأم. طب أنت تتساهل كده؟ ده أنت أي حاجة
في تعامل بفلوس وفي غيره لازم تسأل ليه، عشان ما تقعش في حاجة محرمة وتودي نفسك للعذاب الوبيل هذا والعياذ بالله. وانت تلاحظ هنا، تلاحظ هنا المناسبة بين المعصية والعقوبة، لأنه يأكل مالا خبيثا قذرا نجسا، وكذلك يسبح في الدم والدم نجس خبيث والعياذ بالله تعالى. المشهد اللي بعد كده كان إيه فاكرين؟ في حد نايم ورا؟ ها بص جنبك كده اللي ها الرجل، أي مين اللي قال الرجل الكريه؟ أيوة كده صح، الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها، دمين فإنه مالك خازن جهنم، نعوذ بالله من النار. ربنا سبحانه وتعالى جعل على النار عليها 19 اللي هم الملائكة المكلفون بتعذيب أهل النار والعياذ بالله. القائد بتاعهم أو الرئيس بتاعهم اسمه مالك عليه السلام. من حكمة ربنا أن جعل منظره بهذه الصورة حتى لا يكون لهم متنفسا ولو في من يعذبه. تخيل كده لو واحد مسجون والسجان وشه سمح، خدت بالك؟ فبيبقى يعني عنده متنفس شوية لما مثلا يجي يطلعوا الحمام ولا تعالوا والله انت وش، انا بس تريح لما ابص لك، صح؟ لكن لو كان السجان اعوذ بالله شكله صعب، يقول لك ده يعني ايه، ما فيش حاجه خالص، حتى انت كمان ما لقوش واحد كده يكون يعني كده، خدت بالك؟ ولله المثل الاعلى، مالك خازن النار كاكره ما انت رائن رجلا ما، يعني هو شكله كمان ايه، ها عذاب ليه والعياذ بالله. النار يا إخواني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النار قوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة عن نار الدنيا، والله إن كانت لكافية، يعني لو إحنا هنتعذب بنار الدنيا كفاية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني النار اللي ربنا خلقها كلها 70 جزء، نزل في الدنيا جزء وفي الآخرة كام؟ 69. يبقى قوتها وحرارتها قد إيه؟ النار تكور فيها الشمس يوم القيامة، حرارة لب الشمس كم درجة تخيلوا؟ 15 مليون درجة. تعرف الحديد والصلب الدخيلة حرارة الأفران كام؟ 3000 درجة. في واحد ساكن جنب المسجد هنا بيقول لي، شغال في عز، بيقول لي وقع راجل في الفرن ما لقوش حاجة خالص، ولا عظم ولا أي حاجة خالص، 3000 درجة عملت ايه فيه؟ طب 15 مليون تعمل ايه؟ يبقى المسكين اللي يقول لك مش مشكلة لو دخلنا النار شوية وبعدين نبقى نخش الجنة، ازاي يعني؟ ازاي انت مستسر كده؟ الناس اللي بتصليش، وفي ناس بتصلي في رمضان بس، وناس بتصلي يوم الجمعة بس، ليه تعرض نفسك للعقوبة؟ الصلاة تاخد منك قد ايه؟ ليه مش عايز يبقى معاك عهد أن يدخلك الله الجنة؟ من لم يفعل ما حافظش على الصلوات بقى، ليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. النار والعياذ بالله أهلها يأكلون القطر، يأكلون الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الزقوم ده النبي قال عنه لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ أهل النار يشربون الحميم اللي هو اشتد غليه والعياذ بالله، حميم يغلي منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، يصب على رؤوسهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعمل ايه؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. بيأكلوا الضريع، الضريع ده شوك، يجي يأكله يدخل في زوره يقف ولا ينزل ولا يطلع. بيشربوا المهل، المهل ده اللي هو دردي الزيت، زيت مغلي جدا في عكارة سودة، طب ده يتشرب والحاجات دي تتاكل؟ بيشربوا في النار والعياذ بالله طينة الخبال، طينة الخبال دي عصارة أهل النار، خصوصا الناس بتوع الكيف. حقا على الله عز وجل أن من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. الناس بتوع المخدرات والخمور والحشيش يشربوا في جهنم من طينة الخبال اللي هي عرق أهل النار.
غساق وغسلين، ما يسيل من فروج النساء الزواني، عصارة أهل النار، من يتحمل؟ يبقى اجعل بينك وبين النار وقاية. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. إيه البردان؟ الفجر والعصر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص بلحة، نص تمرة تكلفك كل يوم إيه؟ طلع كل يوم صدقة عشان ربنا ينجيك من النار. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيبة رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. أنت قاعد وقاعد يكلف لحم واحد غايب، رد الغيبة عنه، هو مش حاضر، أنت رد عنه، ربنا يرد عنك النار يوم القيامة. ووسائل كتير، أهم حاجة محافظة على توحيدك وإيمانك، المحافظة على صلواتك، المحافظة على الزكاة بتاعتك، لأن التعذيب في النار من أسبابه تضييع هذه الفرائض. الصورة اللي كانت بعد كده، الرجل الطويل الذي في الروضة، مين هو؟ فإنه إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، الأطفال اللي ماتوا هم إيه؟ صغيرين. قال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ يعني أسرة يهودية نصرانية غيره أي حاجة، وولد مات وهو صغير قبل ما يبلغ، يبقى في الجنة ولا في النار؟ قال: وأولاد المشركين. ليه؟ لأن المولود بيولد على الإيه؟ على الفطرة، طالما ما بلغش يبقى لسه مش مكلف، يبقى على فطرته فيدخل الجنة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، من هم؟ فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. يبقى هم كان عندهم حسنات وإيه؟ وسيئات، فرحمة ربنا شملتهم، تجاوز الله عز وجل عنهم. آخر حاجة عايز أشير ليها، وصف الملكين لهذه الجنة، جنة عدن، لبن من ذهب ولبن من فضة. الجنة كما أشرنا إلى شيء من وصف النار، الجنة أيضا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول ما يصل المؤمنون إلى باب الجنة يستقبلون بالتحية: سلام عليكم بما صبرتم. وشوف المناسبة، لأن هم في الدنيا تعبوا كتير لما صبروا على العبادة وعلى الطاعة، وصبروا على المعاصي، عن المعاصي ما عملوهاش، وصبروا على الأقدار الشديدة المؤلمة، يوم أول ما يدخلوا الجنة يتقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شوف كده، تخيل لو المسجد اللي انت قاعد فيه ده الجدران دي بقت مبنية ذهب وفضة، يعمل كم طوبة المسجد ده؟ كم؟ 10,000 طوبة. 10,000 طوبة لو تحولوا ذهب وفضة يعملوا كم فلوس؟ متخيلين؟ متخيل لما يبقى لك بيت في الجنة ذهب وفضة؟ متخيل لما يبقى لك بيت في الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا؟ متخيل لما يبقى لك أبنية في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وفي رواية وأفشى السلام، أعمال بسيطة وسهلة. متخيل الراحة اللي في الجنة، حتى الإنسان لما يعوز يأكل أو يشرب، حتى الكلام فيه تعب، ما فيهوش تعب، يعني كمان الحاجة تجيله مجرد أنه يشتهيها. قال أبو أمامة رضي الله عنه: إن الرجل لا يشتهي الشراب في الجنة. شراب يعني عايز إيه؟ يشرب. أنت لما تعوز تشرب تعمل إيه؟ تقوم تشرب، يا إما إيه؟ تنادي على حد يزقيك. طب في طريقة ثالثة غير كده؟ فكر. ها؟ ايه؟ تيجي لوحدها يبقى ده بيت ملبوس او مسكون. مش لو حاجة بتيجي لوحدها مش هتعرف تعيش في الشقة دي، تبقى شقة مسكونة، مش صح؟ حاجات بتتحرك لوحدها. في الجنة بقى، ان الرجل لا يشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده، شرب فيعود كما كان. طب انت يعني لو قلت عايز اشرب دي فيها تعب؟ لا، مفيش. حتى دي، شوف الجنة ربنا وصفها، اهل الجنة في اول سورة الواقعة ربنا قال ايه؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون في ايه؟ في جنات النعيم، ثلة من الاولين وثلة وقليل من الاخرين على سرر موضونة، السراير بتاعتهم، بس مفيش نوم، خد بالك، في الجنة دي سراير كده للايه؟ للتنزه كده
الاتكاء على سرر موضونة، يعني مرمولة بالذهب والفضة والجواهر، متزينة بالذهب والفضة السراير، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، أطفال صغار الأسنان مثل اللؤلؤ المكنون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بإيه؟ بأكواب. الكوب اللي هو إيه؟ ملوش عروة، ملوش إيد، وأباريق اللي ليه إيه؟ وكأس من معين اللي هو مليء بالخمر اللذيذ الذي لا يذهب العقل. هتشرب خمرة في الجنة؟ ها، عشان ما شربتهاش هنا. كان اتنين شباب حاضرين لي درس مرة، فبعد ما خلصت ماشيين مع بعض كده قالوا ما احنا نشرب خمرة في الجنة، لما خدت بالك صح ولا غلط؟ اشرب، ما هي من خمر الجنة، مش ايه، مش زي انهار من خمر. متخيل كده نهر خمرة، انهار من لبن، بتجيب كيلو اللبن بكام؟ كيلو لبن، كيلو العسل بكام؟ انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهار من عسل، من عسل لذة، عسل مصفى كما قال الله عز وجل. المية بتاعت الجنة ما بتتغيرش، ما بتأسنش، ماء غير ايه؟ غير آسن. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة فمددت يدي لآخذ قطفا منها، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني عن قد عنب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان زمانه لسه موجود والناس بتاكل منه وما إيه؟ ما خلصش. عن عنقود العنب في الجنة يطير الغراب الأبقع مسيرة شهر لا يقع ولا ينثني ولا يفطر ما يقطعه. غراب يجري سريع مدة شهر ما يخلصش مسافة عنقود عنب. متخيلين؟ شجرة من شجر الجنة، شجر الطوبة، يسير الراكب الجواد المسرع المدمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. تركب الفرس بتاعك، فرس كله ايه؟ عضلات، يجري تحت ظل الشجرة 100 سنة. تخيلين 100 سنة توديك فين؟ 100 سنة وبتجري على فرس، ودي شجرة واحدة. انت اللي خدت لك شجرة من دي وعنقود عنب. ده انت، احنا هو اللي بنعمله ده؟ انت مفكرين العبادات دي؟ ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الجنة رحمته كما قال سبحانه: الجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء. عشان كده اخواني الجنة زي ما فيها النعيم محتاج منك اللي انت تجتهد، مش تمشي على سطر وتسيب سطر وبقى مصر كلها كراسات مسطرة. لا، عايزين نستقيم، فاستقم كما امرت. رمضان لما يجي بتبقى دفع عليك اللي انت تستقيم على العبادة، شحنة تستمر معاك لرمضان اللي جاي ورمضان اللي بعده، وكل سنة بتبقى أفضل وأفضل حتى تلقى الله عز وجل على أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجمعنا مع النبي محمد في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.